11 فبراير. التحضير للقمه طبعا بنبدا بالحد التنفيذي وهو المكون من وزراء الخارجيه للدول الاعضاء، وهو منعقد انعقد بالامس وما زال منعقدا اليوم، يبدا اعمال اليوم ان شاء الله. الموضوعات اللي هي الخاصه بالطاقه والبنيه التحتيه لا تنفصل عن باقي الموضوعات الخاصه بالقاره الافريقيه، حيث ان الهدف الاساسي والرئيسي للاتحاد الافريقي هو الاندماج القاره والاندماج الاقليمي للقاره والاقتصاد. وبالتالي في عام 2018 نحن اطلقنا ثلاث مبادرات على قدر من الاهميه. مبادره اتفاقيه التجاره الحره للقاره الافريقيه، المبادره الخاصه بحريه التنقل للاشخاص والبضائع، مبادره تحرير الطيران المدني الافريقي، وذلك بقلق بهدف خلق سوق كبير للمنتجات والبضائع والتبادل ما بين الدول الافريقيه وبعضها، والسماح بحريه التنقل في هذا الصدد. طبعا بالنسبه للبنيه التحتيه نحن بحاجه لتمويل ضخم جدا لاستكمال البنيه التحتيه الافريقيه، يقدر بعده مليارات من الدولارات في العام الواحد، يعني من ما بين 100 ل 130 مليار دولار كل عام لمده 10 سنوات في البنيه التحتيه في افريقيا. ولهذا طبعا نحن نشهد كل الموارد والجهود بسبب تحقيق هذا الهدف. نحن نعول كثيرا ايضا على طيب معلش دكتوره اماني، الحديث عن المحاور اللي اشرت اليها المرتبطه بتفعيل بعض الاتفاقات المرتبطه باتفاقيه التجاره الحره او حريه التنقل للبضائع والاشخاص او حريه الطيران المدني، كل هذه المحاور والمبادئ المهمه هل هي مرتبطه بالدرجه الاولى بتهيئه البنيه التحتيه اللازمه والملائمه لها ومن ثم يمكن الحديث عن كل هذه الاهداف، ولا يمكن المضي قدما فيها بالتوازي مع تطوير البنيه التحتيه اللازمه لها؟ هو انا اشك انها احد اهم المبادرات هي حريه الطيران المدني، وهو احد البنى التحتيه اللي هي الطيران اللي هو النقل الجوي نعتبره من البنيه التحتيه، وكل والتجاره لن تعمل الا بربط بين الدول وبعضها. اذا محاور النقل على قدر هام جدا لنا، وايضا الربط الالكتروني لان التجاره الالكترونيه هي ايضا او التواصل الالكتروني هو اساسي لكل عمليات التبادلات والتفاعلات ما بين البلدان وبعضها. فاحنا هذا عام يعني حتى الان احنا ربطنا 17 دوله بالياف الكتروني. الربط الالكتروني ايضا كما ذكرت 16 دوله فتحت الجويه امام البعض عشان حريه النقل المدني. ما زلنا نحتاج الكثير من الدعم المادي والفني لاستكمال مشروعات البنيه التحتيه وهي اساسيه. الطاقه ملف قوي وكبير جدا، ونحن يعني اقمنا عدد كبير جدا من المشروعات في مجال الطاقه، ولكن يلزمنا المزيد والمزيد ونعول كثيرا. دكتوره اماني، هي المتميزه جدا في هذا المجال. القضيه الاساسيه التي ربما تشغل بال الكثيرين وهم يتحدثون عن افاق التنميه في افريقيا و إنشاء بنى تحتية لائقة بالقارة الإفريقية، الحديث بالضرورة عن قضايا التمويل، وحضرتك أشرت إلى احتياج هذه القضايا لعشرات وربما مئات المليارات من الدولارات على مدى سنوات متصلة، هل هناك بحث جاد ومحكم لآلية تمويل هذه المشروعات الضخمة؟ فعلا الآليات التمويل عدة، ونحن يعني صياغة التمويل وصياغة حتى الطريقة التي نبحث بها على التمويل، ولكن يلزم أيضا لقياده الاتحاد الافريقي ان تتبنى هذه القضايا ان في كل المداخلات وكل المحافل الدوليه تؤكد على اهميه سحب التمويل والدعم المادي والفني لمشروعات البنيه التحتيه الاقليميه. ولهذا يعني انا الحقيقه سعيت بالمقدمه اللي حضرتك قلتها، انه ده هيكون برضه دور من الادوار الكبيره اللي هتقوم بها او بتقوم بها بالفعل مصر للقاره الافريقيه. طيب. بس كمان بؤكد على موضوع التحول الرقمي، لأن التحول الرقمي هو برضو يعني يمثل نقلة كبيرة للقارة الإفريقية في مجال البنية التحتية. طيب دكتور أماني، الحديث عن الربط بين الدول الإفريقية بين جزء حتى وإن كان ليس
كامل القارة الإفريقية ولو حتى جزء بسيط من القارة الإفريقية بخطوط نقل سكك حديدية قد تكون ميسرة لنقل الأفراد ومن قبل ذلك ميسرة لنقل البضائع والغذاء مثلا بين دول القارة الإفريقية، ما يعني إسهاما ولو ضئيلا أو مقبولا على الأقل في الاكتفاء الذاتي للقارة الإفريقية، وهي تعرف دوما بأنها سلة غذاء العالم. هل هناك طرح من هذا النوع، الربط، ربط السكك الحديدية بين دول القارة الإفريقية؟ طبعا يا فندم، احنا نفلت بالفعل اكثر من 4000 كيلومتر من السكة الحديد، وعندنا برنامج ضخم كبير جدا لربط السكة الحديد اللي هو القطار السريع عبر القارة الإفريقية. وخليني اقول انه البرنامج الإفريقي للبنية التحتية قام بالفعل بتنفيذ اكثر من 113000 كيلومتر من النقل البري، اكثر من 4000 من متأسفة من 44000 كيلومتر في مقاطع في مجال النقل سكة حديد، اكثر من 113000 فرصة عمل خلال حتى هذه البرامج. لا، احنا البرنامج سريع في الاحتياجات ضخمة جدا وتحتاج المزيد والمزيد، فما هوش بقدر ضئيل ولا حاجة، لا بالعكس احنا خطونا خطوات كبيرة جدا في هذا المجال الحمد لله. طيب هل هناك حديث عن دول بعينها مشمولة بالربط البري بين هذه الدول بعضها وبعض، أو الحديث حتى عن ربط بالسكك الحديدية؟ وحضرتك أشرتي إلى أن الاتحاد الأفريقي ومفوضية البنى التحتية أنجزت قدرا معتبرا من هذه المشروعات. أيوه فعلا، هو الربط شايف كل الدول الأفريقية وليس بعضها أو بعض منها، وده موجود خرائط موجودة منشورة محطوطة على يعني مش عارفة أو على التليفون أو عليها لحضرتك. إنما هي الربط لكل البلدان وبعضها من خلال ما يسمى محاور أساسية، يعني محور مثلا من الشمال للجنوب، محور من الشرق للغرب، محور ساحلي، محور يعني عدة محاور، بحيث إنه أضمن أن دول الإفريقية يكون الربط بينها تم بالفعل في فترات وديدة، بالإضافة للدول الجزرية لأن أفريقيا فيها 7 دول جزر ومعول كثيرا على طيران نقل الطيران وعلى البنية الإلكترونية لأن دي وسيلة الاتصال والانتقال بالنسبة للدول الجزرية. دكتورة أماني، سؤالي الأخير لحضرتك، إذا كانت دول الاتحاد الإفريقي والاتحاد الإفريقي كمؤسسة كاملة تصبو دوما لمزيد من التطوير في مجال البنى التحتية وهي بحاجة إلى ذلك، ماذا عن الدعم الذي تتلقاه القارة الإفريقية أو الاتحاد الأفريقي من الشركاء الإقليميين أو الدوليين؟ ماذا عن الدول التي تقدم دعما في هذه المشروعات أو الاتحادات الإقليمية والدولية التي من شأنها أيضا أن تقدم يد العون؟ طبعا احنا عندنا شراكات، عدد كبير جدا من الشراكات مع أكبر الشركاء في العالم، سواء الاتحاد الأوروبي أو دولة زي الصين أو الذراع الاقتصادي للقارة الإفريقية وهو البنك الإفريقي للتنمية، أيضا بنك التجارة الإفريقي اللي مقره في القاهرة، فعندنا عدد كبير جدا من الشركاء. إنما احنا نسعى كمان لتطوير عملية اللي هي جذب الموارد دي، حاجتين، حاجة إن الدول أيضا إنها بتستهدف الدول الإفريقية بتحديد المناخ في القارات، واحد اثنين ان احنا نبحث عن اللي هي مجالات غير التقليديه في جذب الاستثمارات، منها الصناديق الاستثمار وصناديق المعاشات والقطاع الخاص الدولي و يعني المليارات التي يتم استثمارها في العالم ليس فقط خلال المؤسسات التنمويه ولكن خلال بعض الصناديق او اليات الاستثمار في العالم، نحن نسعى لاستجابتها للقاره، وانشانا بالفعل اليه اسمها افريكا 50 او افريكا 50 بهذا الهدف تحديدا. شكرا جزيلا لك دكتوره اماني، تفضلي. يعني تفضلي ان هو يعني صندوق او افريكا 50 هي مبادره عشان التمويل الخاص لتوجيهه للبنيه التحتيه في افريقيا. اللي بيسهم في هذا الصندوق الاتحاد الافريقي او الدول الاعضاء، ولا هناك اسهامات من فاعلين اخرين؟ الاتحاد الافريقي ليست جهه تمويليه، هو جهه سياسيه، ولكن هناك اسهامات يعني عدد كبير من المساهمين سواء الخاصه او بعض الحكومات او عضو في مجلس اداره هذا الصندوق، وايضا البنك الافريقي للتنميه، والصندوق كما ذكرت بيسعى لي وكما بالاضافه لعدد من الكبار المستثمرين في القاره الافارقه،
ونسعى لاستباب المزيد من المسافرين. الأفارقة القطاع الخاص بالتفريحي والقطاع الخاص